يا فندم صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الفل طبعا زميلي العزيز اللي بهتز بيه دايما، زميلي الاعلامي كريم رمزي، كل حبيبي التحيه وكل التقدير لحضرتك ولكل مشاهدينك، وسعيد دايما بوجودي معك. اشكرك يا فندم. طيب انا مش عارف سمعت اللي انا قلته حالا ولا لا. بالنسبه لنا دلوقتي الدعم للكابتن ايهاب جلال وجهازه الفني وكل اللاعبين بعيد عن كل الامور اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا. مره ثانيه هاكد انه اسيء فهم التصريح اللي خرج بيه بالامس رئيس اتحاد الزمالك علام، اللي كان اكثر الناس حرصا على الكابتن جلال واكثر الناس حرصا على دعم الكابتن جلال، زي ما المجلس بالكامل وقرارها مره ثانيه بالكامل اختار الكابتن ايهاب جلال عن قناعه، وتم يعني ان هو بقى المصدر او الموجود على مقدمه الجهاز الفني في المنتخب المصري. وكابتن ايهاب جلال اسم كبير، نحن لا نتعامل بالقطعه اطلاقا، وبكررها مره ثانيه ومره ثالثه، احنا مع المدير الفني المصري ومع المدرب المصري اللي حقق انجازات لم تكن لتتحقق في الكره المصريه الا من خلالهم، سواء كان الكابتن محمود الجوهري، سواء كان الكابتن حسن شحاته، من قبلهم طبعا عديد من الاسماء. وبالتالي انا شخصيا بل المجلس بيميل دايما الى المدرب الوطني، واخترنا الكابتن ايهاب جلال عن قناعه كامله، عن قناعه كامله وباجماع اعضاء مجلس الاداره. بكررها مره ثانيه زميلي العزيز، المجلس لا يتعامل بالقطعه اطلاقا، كل الدعم للكابتن ايهاب جلال في مهمته مع المنتخب الوطني. لا ثواني ثواني استاذ ايهاب، بعد اذنك انت حضرتك دلوقتي بتقول لي المجلس الحالي لا يتعامل بالقطعه مع الكابتن ايهاب جلال او مع اي مدير فني. تمام. هل ده معناه انه لو الكابتن ايهاب جلال خسر مباراه كوريا الجنوبيه هو مكمل مع المنتخب عادي؟ احنا طبعا اعلنا ان في اجتماع مهم جدا لمجلس الاداره يوم الخميس القادم، كل الامور بتناقش على ترابيزه الاجتماعات كما ينبغي. احنا بنشوف تجربه الكابتن ايهاب جلال، ما اقدرش احكم عليها من ماتش رسمي ولا من ماتشين رسميين. مستر كارلوس على الرغم من ان الكل اشاد به، بدايته مع بطوله كاس الامم الافريقيه امام المنتخب النيجيري شفناها كانت عامله ازاي، والناس كلها كانت زعلانه. استاذ ايهاب تحملني شويه بس عشان انا احاول افهم لو تسمح. انت قلت لي ان احنا ما ينفعش نقيمه في مباراتين رسميتين، هينفع نقيمه بعد مباراه كوريا مثلا؟ يعني بعد مباراه كوريا الجنوبيه الوديه، يعني الاجتماع اللي هيبقى يوم الخميس. انا مع حضرتك، انا فاهم يا كريم تمام. انا مش قصدي مباراه رسميه ومباراه وديه، انا بتكلم عن ان احنا لدينا طموح ان الكابتن ايهاب جلال يستطيع ان هو يخطو بمنتخب مصر خطوات كبيره جدا خلال الفترات القادمه، وان الاخفاق في مباراه معناه ليس نهايه المطاف. اي نعم الاداء كان سيء للغايه، كان يوم خارج نطاق من اللاعبين ومن الجهاز الفني، وحضرتك عارف وحضرتك في المجال احيانا الواحد بيبقى شايف قدام كلنا شفناه، واحيانا مدير فني الاوراق كلها بتتلخبط فيه، لكن احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في الكابتن ايهاب جلال، والا ما كناش اخترنا من البدايه الكابتن ايهاب جلال لقياده اسم كبير وهو منتخب. طيب استاذ ايهاب بعد اذن حضرتك، بقول لك مره ثانيه بس ان احنا كل التقدير لكل المدربين الوطنيين والعناصر التدريب الوطنيه، لان المدرب الوطني احنا مهمتنا ان نرتقي بالمدرب الوطني، وزي ما قلنا في خطتنا ان كل مسلم ان شاء الله. استاذ ايهاب معايا على الهاتف؟ معاك. طيب استاذ ايهاب بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي لما هطلع اقول انا عندي اجتماع يوم الخميس عشان اقيم الوضع اللي فات ده كله، ما انا كمدير فني وعندي مباراه مهمه قدام كوريا الجنوبيه هفهم على طول منها ان انا مباراه كوريا دي انا فيها تحت الاختبار، نجحت فيها هكمل، ما نجحتش فيها يوم الخميس هيتم قرار او هيبقى في قرار برحيلي عن المنتخب، مش ده منطقي ولا انا فاهم غلط؟ يعني ايه اللي اوحى ان اجتماع الخميس والتقييم الفني المقصود به الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول فقط؟ احنا عندنا ملفات كتيره جدا لابد ان احنا بندرسها، عندنا اللي كان بينادي بتطوير الحكام، اللي كان بينادي بالمدير الفني للاتحاد عشان يبتدي التخطيط السليم للاتحاد المصري، اللي كان بينادي لجنه خبراء تكون موجوده من الناس المهتمه بشؤون كره القدم والخبراء في كره القدم. الضغط الجماهيري اللي حصل خلال الفتره الماضيه سبحان الله العظيم، انا الواحد بقى محتار. يعني الناس لما جينا كلنا تحدينا وقلنا الكابتن ايهاب جلال، الناس كلها قامت ازاي الكابتن ايهاب جلال؟ اما اسيء فهم تصريح الناس كلها قدمت، وانا معاك ان الكابتن ايهاب جلال قيمه كبيره جدا، ولو كان اسيء فهم التصريح هو كلام جارح لا اطلاقا، الكابتن ايهاب جلال زي ما باكد لك مره ثانيه وثالثه من القامات الكبيره اللي احنا لازم نحافظ عليها. انا بنشوف الضغط الجماهيري تدعيم للكابتن ايهاب جلال، لازم نقعد معاه
انت لازم تتحمل الضغط الجماهيري، نشوف رؤيته هو ايه للفتره القادمه، ده اللي احنا بنقصده. هيبقى في اجتماع مع الكابتن ايهاب جلال نشوف رؤيته ونشوف شغله ونشوف تقييمه. طيب استاذ ايهاب، انا لحد دلوقتي كان معايا سياده اللي هو حلم مشهور، وحضرتك معايا دلوقتي وسمعت مداخله استاذ جمال علام، مفيش حد بشكل واضح بيقول ان الكابتن ايهاب جلال مكمل نهايه عقده، مفيش حد بيقولها خالص، هو الموضوع معلق. يعني ما انا نفسي اسمع التصريح ده او اسمع التصريح الثاني اللي هو كابتن ايهاب جلال مش مكمل معانا بعد مباراه كوريا، واحنا بنبحث مدربين فعلا اجانب وخلاص، بس يبقى الكلام واضح. حتى هذه اللحظه انا مش قادر امسك حاجه، والناس كلها نفس الامر، هو كابتن ايهاب جلال يا جماعه مكمل ولا مش مكمل؟ لو اتحاد الكوره مقرر ان الكابتن ايهاب جلال يكمل يطلع ويقول، وهو صاحب قراره وهو المسؤول عن قراره ببساطه شديده. تمام انا معك. بحث السير الذاتيه زي ما حضرتك قلت، خليني افترض معاك ان كابتن ايهاب جلال رجع وقال يا جماعه انا بعتذر مش حكم. ده مش وارد؟ وارد وارد، ده امر وارد. وارد. طيب انا في الحاله دي كاتحاد مصر لكره القدم لازم يبقى عندك البديل مباشره، ولا لازم اللي انا استنى اضيع وقت وابيع شهر وابيع سنين؟ لازم يبقى عندي البديل مباشره. وبالتالي السير الذاتيه موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم منذ فتره. ولما كان الكابتن حازم امام وكابتن بركات في بدايه الامر شايفين ان المدرسه الاجنبيه هي اللي تتولى قياده المنتخب المصري، كان في عديد من السير الذاتيه اللي موجوده مع الكابتن حازم والكابتن محمد بركات. وبالتالي من الفتره للثانيه لازم الناس بنجدد في السير الذاتيه دي، نشوف مين اللي ممكن ينضم، مين اللي ممكن يستبعد. وبالتالي لو حصل اي شيء في اي لحظه من اللحظات خارج ارادته يبقى عندك البديل. استاذ ايهاب بص، انت عارف اصلا احترامي ليك كبير جدا كاعلامي اولا، وذكاء في التصريحات متناهي وحاجه رائعه جدا. عشان كده انا بس عايزك تبقى فاهمني كويس، انا عايز اقول بشكل واضح اتحاد الكوره او اتحاد الكوره اللي يقول لي مش انا يعني اللي اقول، اتحاد الكوره بيقول والله يا جماعه الكابتن ايهاب جلال مكمل لنهايه عقده الا اذا هو نفسه قرر انه يمشي. ده كده تصريح مفهوم وواضح، او ان احنا كاتحاد كوره كابتن ايهاب جلال مش مكمل مع منتخب مصر حتى لو كسب او خسر مباراه كوريا الجنوبيه. هل الموضوع ده صعب كتصريحات واضحه؟ طيب انا انا معاك الاول. عجبني الابتسامه الجميله، اشكرك، اللي دايما بتديني شيء من الاطمئنان. اشكرك يا فندم. وعاوز اقول لك حاجه بسيطه جدا. لم نتناقش في اقاله الكابتن ايهاب جلال مطلقا، ولم يصدر اي تصريح من مجلس الاداره الرسمي بان الكابتن ايهاب جلال في طريقه للاستغناء عنه، بل البيان ان خرج رسمي مكتوب من الاتحاد المصري بالامس ومن الاستاذ جمال علام ان لم يصدر اي تصريح باقاله الكابتن ايهاب جلال، وانه اسيء فهم التصريحات الاخيره، وبالتالي الكابتن ايهاب جلال موجود مع المنتخب المصري، ما لم يقل للكابتن ايهاب جلال راي اخر. بس ده كلام محترم. ده اللي عندنا، لكن ده كلام محترم وواضح. يعني يا استاذ ايهاب الفكره انه ايه، ابقى واضح انه كابتن ايهاب مكمل الا لو هو عنده راي اخر، بس ببساطه شديده. انا معك طبعا زميل عزيز، احنا زي ما قلت لحضرتك انا شخصيا اتمنى تكرار تجربه الكابتن نجوار والكابتن حسن شحاته. احنا عندنا مديرين فنيين حدث ولا حرج، عند كابتن حلمي طولان بتاريخ طويل، حدث كابتن طارق العاشر، كابتن خالد جلال، بسيوني، علي ماهر، احمد سامي، كل الاسماء الموجوده من المديرين الفنيين. بس اقول لك حاجه، تسمح لي اتناقش معاك فيها. تحت أمرك. فكره استنساخ فكره الكابتن محمود الجوهري او الكابتن حسن شحاته ممكن تبقى صعبه لاسباب كثيره، اهمها انه الظروف اللي كان بيلعب فيها الكابتن محمود الجوهري والتوقفات اللي كان بيطلبها كثيره، وانه يقدر يحط شغله مع الفريق كان ظروف مختلفه. الكابتن حسن شحاته كان معاه جيل حقيقي، جيل ذهبي، وكلنا متفقين على ده. مش شرط نجاحات الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته تتكرر مره اخرى مع مدرب محلي او مدير فني وطني مع جيل ربما يكون اقل من الجيل اللي اشتغل مع الكابتن حسن شحاته او الكابتن محمود الجوهري، وربما تكون انت محتاج، وانا عارف رايك في كيروش عشان كنا بنتكلم كتير، محتاج خبير اجنبي يقدر يشتغل حتى مع ظروف صعبه. عشان كده قلت في الاول النهارده في بدايه حلقتي انه كابتن ايهاب جلال مفيش اثنين يختلف ان هو مدرب محترم وكبير، بس ممكن الظروف حاليا ما تسمحلوش، ممكن ما تكونش دي المرحله بتاعته. طيب انت انا معاك واتفق معاك تماما في رؤيتك، سواء كان مع الجنرال كابتن محمود الجوهري او مع الكابتن حسن شحاته المعلم الكبير. لكن احنا مطلوب مننا ايه عشان ندعم كابتن ايهاب جلال؟ مطلوب مننا ان احنا نوفر له مناخ مناسب للعمل، مطلوب مننا الاجنده الدوليه اللي كانت مهمله قبل كده تكون موجوده وبتسكن فيها مباريات دوليه على اعلى مستوى، استطيع من خلالها ان يكون في احتكاك قوي لمنتخبنا المصري مع مدارس كرويه متعدده، وبالتالي عندنا المنتخب الكوري، وكان من المفترض يكون عندنا مباراه مع المنتخب البرازيلي اللي هو قلنا ان احنا طبعا
اتحركت المباراتين غينيا واثيوبيا من 2-5 ل 5-9. عندك مباراتين دولتين كبيرتين امام المنتخب الايطالي والمنتخب البلجيكي، فاحنا بنسكن في الاجنده الدوليه مدارس قويه مختلفه يستطيع الكاس ان يؤدي لها منتخب مصر احتكاك قوي من خلالها، وبالتالي ان شاء الله ان شاء الله نقدر برضه حتى وان كنت زي ما حضرتك بتقول فقر في الفنيات عكس المنتخب او الجيل السابق، نستطيع احنا من خلال الاحتكاك المباشر والمختلف ان احنا نعوض هذا الفقر الفني. لكن انت معاك محمد صلاح بقيمته الكبيره، معاك تريزيجيه، معاك النني، معاك حراس مرمى الشناوي وجابر على اعلى مستوى. انا عاوز اقول ان ما حدث في مباراه اثيوبيا عمره ما هيتكرر مره ثانيه، لانها لو اعيدت هذه المباراه مليون مره عمرها ما هتحصل مره ثانيه. عندك قوام منتخب على اعلى يعني كويس جدا مع مدير فني هيقدر يشغله كويس جدا ان شاء الله. المطلوب للاسف الشديد يا كريم اللغط اللي موجود في الشارع، سيبونا نشتغل وتعالى خلال سنه حاسبني قول لي انت قدمت للكره المصريه ايه، لما تلاقيني قصرت في الكره المصريه انا اللي هقول لك سلام عليكم انا مش مكمل في هذا. عظيم.